يوم الأحد 20 جوان 2021، موعد جديد منه في الجنراليسيون متوا حتى للسبعة متاع العشية. تحية لكم ناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا في الكيسات، ولا تنجموا تفرجوا فينا عشان يوتيوب اف ام تي في، كيف كيف على الباج فيسبوك راديو اف ام. برشا ناس تفرج فينا، برشا ناس زادة قاعدة تفرج توا في الكوب نصف نهائي النادي الفريق والاتحاد المنسيري، 9 دقائق هذولي تقريبا 0-0 مازالت النتيجة. سي سي اس والسي او تي 2:88 في الملاسين، الماتش تأخر شوية ثم بدأ. في وسط نوفيل جينيراسيون يدخل معنا بعد شوية محمد الهادي بخوش من ملعب رادس، يعطينا أكثر تفاصيل على الماتش، الأجواء في استاد رادس، الأمور الكل في الاستاد غديك. الجماهير حاضرة بعد ما حضرت البارح في ماتش الترجي والأهلي، نتمناو إن شاء الله العودة للترجي في ماتش الرتور السبت الجاي في القاهرة، كل شيء مازال ممكن وإن شاء الله ترجح للأهلي. الفريق حاضر كالعادة في أوج العطاء، بداية بأكثر عضو يفهم في الكورة في الحصة مروان بوذيين. مونغاتي مونغا سور، شو الأمور؟ والله الحمد لله، دوختني راه بالدخلة ذي، تعرف أقسم بالله عرفني هي الدخلة متى طارق طلتك في روحك، صدقني نحس في روحي نسمع فيه في الراديو. وأنا قريتك اللي كنت نسمع قبل وأنا صغير تاع الكورة ذينا، أنا والكورة ما بالقدر ونحترموا بعضنا أسمع في السيريو ما نلعبش، ما خلطت عليه وسط الجمعة في ألوية فين نلقى دخلت بالزهر نلقى سي طارق الحنيشي هذي متاع الديكالي ويبكي على أماني، عرفت دخلت خويا نلقى تصويرة قيس سعيد ومخهم وطنينا بالخارج يحللهم في مشاكلهم، يا خويا هاك ما تبارك الله متعدد المواهب. ايوي القيصر أحمد العجيمي، أهلا وسهلا طارق الحنيش وجميع المستمعين والمستمعات والمستمعات، شو الامور؟ الحمد لله بس كل نشاط وحيوي. لوك رياضي اليوم كاسكيت على خاطر دومي فينال كوب، بالطبيعه سمي لي شكون في لي دو دومي فينال يلعب الكلوب وكيب اخرى المستير المستير والدومي الاخر المكشخة والاهلي، لا هذاك الشامبيونز ليغ دومي كاستو ما نعرفش ترى ولا ما نعرف سي او تي وسي اس اس هما شكون؟ سي اس اس فيكس اي وسي او تي سي او تي العريقه الاولمبي للنقل أولمبي النقل اي 2-0 توا دقيقة 88 للسي سي اس، تقريبا كل شيء تحسم في الماتش هذا. ليديا العسلي الجميلة، هلو هلو مرحبا بك طارق، مرحبا بالعباد اللي تسمعنا الكل، فرحانة ياسر اليوم فما عندنا ماتش ما تصفتو موضوع نفهم فيه برشا، أكثر سبور نفهم فيه هو الكورة الحمد لله يا رب. بعد باش يدخل معنا بخوش تشوفوا التفاعل والأمور والأمور الكل، هكا وجهك تحسك بحرت هكا شوي. لي والله مازلت مستنى في مشوية توفى والدنيا كل توفى وبعد تمشي الحمد لله. الفريق لا يقتصر على الثلاثي فقط، واحد من الضيوف اكثر ضيوف اللي حضرت معنا بدا معنا في نوفيل جينيراسيون من البرمجه الصيفيه هو بلال العريبي. مرحبا 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 بكم الناس كل، ان شاء الله نعدي مع بعضنا وقاية تحفون، توحشتكم برشا برشا. أيوة. شكرا على الاستضافة هذيا وان شاء الله فهم برشا حاجات في المستقبل مع بعضنا معنا. انت بلال الكورة جوك هكا ولا لا؟ علاش ما فما كان رياضة نتاع الكورة في تونس فما برشا حاجات اخرين، انا مش مغروم بالكورة اما مغروم بالدرجتنا ناري زاد نجم تبع فالنتينو روسي وقتاش يلعب نجم نقول لك وقتاش تحمل الموتور وقتاش فما رالي الفلاني وقتاش فما شكون ميشيل توني وقتاش الموتورات الميكانيكي تبع في الكورة. لا نحكي معاك سبور ميكانيك سبور ميكانيك سبور ميكانيك وكل سبور هذا اللي موجود قدامنا تو في الوطنيه 2 قريب يتبدل تفهم فيه؟ لا شنو هو ساعه؟ هذيك القفز القفز بالزينه فما فما المعلق اللي نعرفه على الوطنيه شكون؟ مرحبا بكم اعزائي المشاهدين على الوطنيه الثانيه، مباراه بعد شويه ضد نظير هي النادي الافريقي ونادي الاتحاد المنستيري، الاتحاد المنستيري بالتوفيق لكلا الفريقين. تحيه لعبد الرحمن العش، قول لي مروان انا نتخيل في روحي توا جوار نتاع كوره في السخانه هذه انا وانا جاي كهو معناتها فما الانرجي الحمد لله الواحد فما انرجي اي اما الباتري كان جيت باتري معناتها انا وانا خارج من الدار 100% تو ما هو مروان ماكش فاهم كان جيت كوارجي راك تاخذ في 90 مليون في الشهر راك ما تحسش بالسخان والله لوجيك هو كلامه صحيح اما حسب ما قاعد نسمع في الفيسبوك صحيح يخلصوا برشا اما عمرهم ما قالوا اللي هما خلصوا شكون جواريس معناتها انت تسمع مش ما قالوا اللي هما خلصوا ما قالوا قديش خلصوا حتى قديش ديما ديما فما تاخير في الاجور الصرف الاجور مش جمعيتكم حتى كان معناتها وخروا لك في السلاغ الثالث عندك 180 مليون ديجا في الكونت معناتها يستنيوا فيك بون يا ريتني كورت يا ريتني
واش قولك انت مثلا كيما البارح تس في الخم في السخانه هذيك الخمسه وماتش يوخر ساعه مثلا كيما في الترجي والاهلي البارح و15000 في ستاد ماهوش 15000 البارح ممكن 8000 في التيران في ستاد والله يخسر لي راهو وليد طارق خلينا نحكيو سيريو شويه الانتماء راهو حاجه قويه برشا صحيح معناها كي تلقى ناس يحبوا جمعيه كيما مثلا المكشخه الكلوب فما حاجه كما تجمعهم العباد هذوك الكل ويفرحوا بالحق انا راهو عندي اصحابي البارح من البارح لليوم تليفونه مسكر وما يحكي مع حتى حد خاطر على الخساره نتاع المكشخه وي انا ما نجمش نفهم علاش كيكا خاطر ما نتبعش كوره وما ما نحبش معناتها بالطريقه هذه كما فما مروان ما عرفش فاش كون فكرتني انيماتور هو واحد من واحد من صحابك واحد من صحابك انا مازلنا موزين معاكم حتى السبعه نتاع العشيه بعد شويه نحكيو على عيد الاباء الاولاد في بالكم ولا ايه عيد الاباء ثلاثة حد في جوان وي نرجعوا بعيد الاباء ولكن قبل هذا نرجعوا مع محمد الهادي بخوش من استاد رادس بعد شويه خذوا معنا راجعين الخمسة وثمتاشن دقيقة رجعنا معكم في نوفيل جينيراسيون بقيادة مروان بوزيان مونغاتي ليدي العسلي هلو هلو ملك الرياضة العجيمي أهلا وسهلا بلال العريبي بلال العريبي بابا مرحبا مرحبا سموني ها وين كنت؟ والله حد التليفوني سيلونسيو على شوف جمون لو طون فقتلنا شوية نمشيو ديريكتومون الملعب رادس محمد الهادي بخوش غاديكا في الاستاد نصف نهائي الكلوب المستير قداش النتيجة وشنو الأمور غادي في الاستاد بخوش اهلا وسهلا بك طارق مرحبا بالاستاذ المستمعين مباشره من ملعب حمادي العقربي براس كما قلت دورة نصف نهائي بين النادي الافريقي والاتحاد المنصري نصف نهائي من كاس تونس النتيجه الحاليه 0-0 بين النادي الافريقي والاتحاد المنصري نلعبوا في 15 دقيقه لعب الحقيقه ما فماش برشا فرص من زوز فرق وفرصه الوحيده كانت من جانب النادي الافريقي توغل على اليسار كان من غازي عبد الرزاق يمشي مباشرة سيد الحارس البشير بن سعيد اللعبة حاليا متوقف يتهمنا في تشكيلة الفريقين قبل التشكيلة بخوش قديش جماهير موجودة في الاستاد غديك هو السلطات كانت رخصة 5000 متفرج بالنسبة للزوز فرق النسبة الكبيرة بالنسبة للنادي الافريقي تقريبا ثم 400 و 300 محب بالنسبة للاتحاد المنصري وثم 4000 هكاك متفرج من جانب النادي الافريقي من جانب المنعرج الشمالي ومن جانب المنعرج الجنوبي فما كان بعض الجماهير الاتحاد المنصري في الحقيقه عندنا برشا ما سمعناش الجو هذا في الملعب جو الجماهير وحده في حل اللعبه حتى ما فماش تلقى لعبه في الطيران تسمع الجماهير تحس اللي فما مذكوره برشا روح الماتش كلنا سمعت البروتوكول لازم الكمامه وكرسي بكرسي باز موجود باز موجود والله يا موجود كان في منصة الصحفيين حتى يستحيل بعض الصحفيين ما همش عاملين الكمامة ولا لا بالنسبة للجماهير فوق بعضهم الحقيقة بخوش ما فماش تباعد اجتماعي في وسط الدراج أعطينا التشكيلة نتاع الزوز فرق يلا بالضبط بالضبط نعطيك تشكيلة الفريقين نبداو بالنادي الإفريقي في حراسة المرمى عاطف القيس اسكندر العبيدي بلال العيفة غازي عبد الرزاق اللي عنده الكرة وكيف انه يوزع حاليا حمزة العقدي يتم بن يحيى احمد خليل خليل خطاب ياسين الشميخ يزن تاوت صابر خليفه بالنسبه للملاعبين الموجودين على برك الاحتياط سيف الدين الشرقي سمير الهمامي محمد امين زغاده رودريكو سيم معز الحاج علي مهدي الوذسي زهير زويدي وباسيرو كومباوري وحمدي العبيدي بالنسبه للمدرب هو منتصر الوحيد بالنسبه لتشكيل الاتحاد المنصري بن سعيد في حراسه المرمى زيد مشموم فهمي بن رمضان محمد الصغراوي فادي العرفاوي عمر العمراني وروجي اولوح وسامد قاع الياس الجلاسي يوسف العبدلي تريس المحيسي بالنسبه للاحتياطي الاتحاد المنصري ادم عبد السلام جونيور مبيلي ادم القريشي زيد العلوي هشام بكار ايهاب خفشه حمزه الخضراوي حكيم تقاع ومحمد بلغيث المدرب هو توفيق دابوب وحكم المباراة هو يوسف الأسرائيل ذكروا بالنتيجة للسادة المستمعين 0-0 بين الاتحاد المنصري والنادي الافريقي في الشوط الاول نلعبوا في الدقيقة 18 نذكروا اللي المباراة الاولى دور نصف النهائي الاول كانوا فيه منذ قليل يعني كانوا وقفوا الحكم بسبب الشماريخ والالعاب النارية في الملاسين كان نادي الشيخ انتصر على سي او تي 2-5 بلاش تعرف شكون يعلق في الوطنيه على الماتش بخوش الكلوب المستير الوطنيه نعرف الاذاعه هو لطفي خالد ورفقي بوسط لا احنا حضر معانا المعلق نتاع الماتش شويه عمل ترتيحه وبشارجه هو معاك تفضل
مرحبا بكم، شكرا لك زميل على هذه التشكيله. نعود كما يقول بلال عيفة على اليمين، نحب نقول من احسن وامتع المدافعين حاليا انتم الان تسمعوا فين على قناه اي اف ام. شكرا لك على كل ما اعطيتنا، وما كمان الكوره مقطوعه وتعود تعود جانبيه من المرمى. وكلك تحيه المروه بلال العريبي. ذا بلال العريبي. لا ما ما خير مروه يا بخوش. او معك مروان بالله قول لي عبورقة انا اخويا وانت غادي في ستاد بالله قول لي شكون باش يربح ما دامك غادي انت. انا وقت نبدا في النوبل فيل جيت عمل لك ديما ورقه يزي بالوراق. حسب ال 18 دقيقه الاولى تنجمش تنصحوا هكا يلعب في اللايف هكا شكون ما صحيت نلعبها جول جول بشوف اصفر اصفر نو جول. اه اوكي باهي عمر 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 نرجعوا لك اخر الميتولون ونشوفوا ايش عاملين راه باهي. مرحبا مرحبا مرحبا. يلا بخوش نرجع معك بعد شويه من استاد راد من استاد رادس. مشكور على المداخله مروان. كنت قلت لكم قل لي والله باش نحكي مع بليل موجود ريت مخيبها كي تبدا انت تقلد وتعمل في مجهود كبير يا اخي. يقول لك يغلط فيك يقول مروان. اه ديما تصير انت عشتها مره تو. انا ساعات نبدا انا قدامه ويقول لي برجليمي قالوا يطير معناها انا نبدا نقلد فهمت بحذي ويقول لي محليمي قال عيد الاباء شباب. في كيفاش ما في بالكمش العجيمي ساعه كيفاش العجيمي يا اخي سامحني يا اخي عيد الاباء مش مره في العام. هو مره في العام اللي هي على انت جمعي فات قلت لك فما عيد الاباء انا خاطر هو ثالث حد من درشنيه من جوان من جوان ولا في الدماغ اخر حد في مي. اه في بالي ثالث حد من كل شهر. اه من كل شهر في بالك ايه وعملوه بالحد خاطر الاباء يحبوا الكره يحطوا لهم النار اللي يحبوا عليه ديما لما هيك معقليها هو طارق. رابع احد في مي رابع احد في مي رابع احد في مي اي. اما تعرف في الدباغ طارق في تونس ما يحتفلوا بها كان لي جون مامون اللي معناتها اولادهم يبداو صغار مازالوا بيبيات عرفت تبدا هي مازالت فرحانه براجل اللي هو ولا بو العرسان جدد فهمت واللي هو الطفل الصغير البيبي مازال ما يعرفش يكون بو. اي عبد كي عنده لحيه ولا حاجه كي يقف قدامه بابا 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 معناها باث ما يقولش لطارق بابا خاطر ما عندوش لحيه. انا ما قلتش ما عندوش لحيه شي خاطر حجمتها البارح معناها مستنسين هكا احنا ماهيش باللحية بالقلب حتى نساء عندهم قلب حتى قلبوا لحية بيه كله كله اسمعني الرجلة مواقف الرجلة شهامة الرجلة ورد ونوار واللحية محسورة صحيح أما حتى اللحية مهم باهي مروان الآباء كيفاش يحتفلوا كيفاش نتصور معناها في عيد الآباء باش نفرحوهم كيفاش نفرحوهم نفرحوهم مثلا نتفيو الضوء نعم غير ما هو يوصينا ديما نتفيو الضوء في الوقت نفرحوهم نرجعوا الباقي خاطر ديما في العاده عمر ما رجع الباقي صحيح تلعب على الباقي نفرحوهم نخليو لهم القناه اللي يحبوا يتفرجوا فيها اللي ديما عائله كامله سبحان الله ديما الاب عنده قناه معينه نعملوا دوره خاطر ماهيش ستوندار البوك شنو هي اكثر حاجه يحب يحط بابا أي. بابا كان تقابله حسيتك خاطر حسيتك البوست مستغرب منه لا. بابا عاوز تشرب بابا حسيتك البوست ما عندك شيء اللي تغرم بالتليفون أي. ولا ما عادش يحب التلفزه ابو ولا ديما فيسبوك هذا دليل انه تلفزه قريب توفى والله ذكرني بحكايه راهي صارت لي بالراس كذا حتى البلاد في عيد الحب سان فالونتان خذيت لامي تليفون اندرويد بكايه بال باش تكونكتي وكل شيء وانا خارج قلت باش نروح للدار جهز كان لامي كادو ينجم بابا كلي ياخو في خاطر يحسها ولو نعرفوا عدو التكنولوجي يا اخي خذيت له حتى هو تليفون هكاك اندرويد وهو عنده هذاك التليفون جوست الو عسلام بسلامة من وقت تنترر 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 هي بيت ما عادش سونري لا تفهموا جامي ساز لا طلب لا وكا هاو يا اخي خويا خذيت له تليفون كيما خذيته للوالد روحت كيما الغدوه نلقى عنده زوز تليفونات كيما اللي كان عنده الاولاني قلت له وينو بيع التليفون خذي بهم زوز بيع التليفون بيع الاندرويد وخذي زوز كيما اللي مازال ما عرفش هذا دوبل بيوس كل بيوس فما تريبل سيم عطاو مانيفيك هما لي بابا ربي فضلهم معناتها جينيرالمون كي تجيب تهدي لهم كادو اللي هذا يقول لك سايب عليك موجودكم في الدنيا هذيا ديجا مززيني علاش خساير الفلوس فما كان لي مامون اللي تقبل وما تقولكش ليه فهمت انا باغ بالك ديما ناخذ له سوريه في الفيت دي بيغ سوريه سوريه ديما سوريه ما تبدلش فهمت ما بدلوش برفا على ديما سوريه اللون يتبدل لونك هو ساعات الماركه انت والميزانيه فهمت هذه بوتيتر ستوندار ديما شميز اي شميز للبو دليل على شنو انه العجيمي ديما سبته
عليه عرش ديما يهديو له سبته جديده. انا ديجا كنت نقول لك في عيد الاباء ما نعملوهمش خبزه جاتو نعملو سبته هيك سبته وتحط شمعة في كل نقبه نتاع السبته يا حسره على العهد هذاك اذا انت تقمعت بالكرتوش ولا قول لي اللي كم قلت لك عاده ناخذ له ديما سوريه انت ولا والميزانيه انت والماركه فهمت عاد قلنا علاش قصاير الفلوس وما كركمش ويرحم والديكم ويفضلكم ودرشني وكل من غدوه 8 نتاع السبته قال بس هو ديجا في الليل استنينا ناس كل نرقدوا وتلقاه يحدد فيها وحده عرفت مش حد ما المره الوحيده اللي يرضى يحدد وحده انا بابا نهدي له ديما شوميز ويلبس كيم في شوميز وحده البيق كل يخبي فيها علاش يقول لك كادو نستحفظ عليه يا رزق بليل انا والله باش كيفاش نقول باش ناخذ زاويه اخرى اي انت ديما تهز الامور من زاويه اخرى مختلفه احنا قدش عنا من عيد معناتها احنا قدش عنا من عنا عيد صغير عيد الكبير وعنا عيد ذاك نسمى ندخل المكتب ومصروف وكل شيء شكون يدفع الفلوس بو صحيح دونك هنا انا نقول مش عيد واحد شويه عليه صحيح مش قولك كل جمعه عيد خليه نورمالمون خليه كم في بيست نتاعو سمع ليه نورمالمون لا البو يصرف برشا ديما عندنا اعياد تو تحق فيش كون تمشي ولا امي تمشي ليه ما يمشي الامو خاطر امو تمشي لبو صحيح امك شكون باش تمشي لبوك دونك البو ديما ماذا بينا نقصوا له من الاعياد جمله فهمت فوالا نحيوا له الاعياد جمله خاطر طول ما هو لا نعملوا اعياد حسيتك قلت الحقيقه انت اللي تحق فلوس شكون تمشي شكون تاخذ عند شكون؟ تحشمش قول شبيك؟ تحشمش شبيك؟ حطيتي عندك بوست حاشمة منه وشبيك؟ انا عندي اختي ربي فضلها تاخو من عند اختي ساعات خويا ولا حد اخر مثلا ولا مماتي صاحبي وعزيزي صاحبي صاحبي ليلي مانيش تو هكا تو طارق ليديا تقول الكلمة ذي شنين؟ ليديا نتاع تخو انا لما حل جو سوي اندبوندون مش بعبوديه اسمعني هي ليديا اندبوندون سي حكي جو سوي اندبوندون دي بي لاج دو 17 ans لي اي سي هي اندبوندون من لاج دو 17 ans تخو معناها بخلافنا تخو فلوس من عندهم معناها واخواتها واخوها وكلها وكدويات كل دليل فيها ما اندبوندون ترا اي صحيح مش تخلص من الفيوز هي ولا ما تخلص من الفيو من الانستغرام صحيح دونك تخلص من الفيو نعود ونرجع بالله الفت دي مير و دي بير و جو سي با كوا فرو دي مير ونرجعت توحشناك تعرف والله ليه والله شنو والله بالحق توحشناك وخليت علينا بلاصه عندك قداش ما جيت نغار ديما نغار على الاخر الرسم والله ليه وتسرحت على قبل مالوينك ايه مالوينك ماني جيتكم حشامه عاد ما تخلينيش نحكي تقصوا عليا ابو والله في بالي مره كبيره اقسم بالله والله وقتها حضرت في لمن يسهر يسر بنت كبيره قلت لك ركي يسر عملت عمل مره اوكي صلحت اما في الدنيا صغيره معنا. يا طارق دوب ما كي دخلت معنا نوفيل جينيراسيون كانت كي تبدا عندها فيديو هي تشتح تحطها امي بروش بالاخضر هذيك عرفتها ستوري تطلع بالاخضر تولت هبط فيهم في الريلز والله حطيت كامي بروش ونيل مش تو يدي تشتح في سونترفيل حبيبي عليه وعرضتني اخر مره قلها سلام تقوم تشتح والله تحيه سيد العبيد اللي بارتاجي لي الفيديو هذاك وشجعوني باش اهبط ميكرو تروتوار زعما كانت على سونتر فيل باش نخدم على روحي على كل عيد سعيد للاباء الكل اللي شلقوا توا اي واللي ما شلقوش واللي شلقين عندهم نهارين وما حبوش يشلقوا لولادهم ولا صغارهم اللي يحبوا على كادو على حاجه كان احنا امي وبابا يغيروا من بعضهم ما كيفاش انا امي ديما الحاجه الباهيه فينا مثلا معلش انا ما يتقبلوش كان شعري مزيان تقولي ذيك شعري انا وكانت بيتي خايبه ريت بيتك يبوك معلش نتاع اي والله انت ظهر لي كان هما كان هما ظهر يلا غاده معتوق هديه للاباء شويه نسيت اللي قالوا ونسيت لسامي وضع علي منامي زيت النسوايا فها نومي ضايع وفي عز منامي نذوق انا لوجايا شوف كان لحظة نزيدوا نعديو منها شوية لوتون اللي تكمل ستوري مهم عيد سعيد لكل الاباء كان عجيمي ما نعرفش حاسو حاسك متقلق من العيد يا شبيه طارق انا كنت اسمع اغنيه انا نعيش مع الصوت تعيش مع سارح معناها سارح مع الاغنيه اي اغنيه تسمعها تعيش معها اي اغنيه عجيم يحب اي اغنيه نعطيها كارها الكابل مش محطوط على الكاسك مش يسمع بالاغنيه يسمع بالاغنيه يا طارق والله بالرسم ريت في ستوريات نتاعي اليوم الكل انت تعمل ستوريات وليد لا انا الرافيهم اي وضح في ستوريات الرافيهم خاطر غريب واحد يعمل ستوريات ما يشوفهم عندي صاحب واحد صح
ميسالش نكبر ونعمل انستغرام. اي باهي حاسيلو. عندي صاحب واحد مهب التصويره هو وابوه وكاتب هذايا فيت دي فيت دي بير فيت دي بير وكل شيء. اللي هو الصاحب الوحيد اللي بوه شاري له كهرباء. دونك انا عرضوني انت الانتوراج بتاعك هكا. انا لا انا في الفيسبوك الكل كل الناس معناها قاعده تتمنى في الفوز للنادي الفريق. بي ليد شكون فما شكون غادي يحب يعمل تحيه يلا بسرعه قبل ما نتعداو للدخله والبرامج. بطلت عليه ما عادش تحب شنو والله. اميمه بعثت لي مساج قالت لي عملي تحيه لصاحبتي. بعد شويه بعثت لي مساج قالت لي بطلت برامج تارك تعرفوا في اللحظه هذه والله لازم بعثت لي دقيقه نفضحوها انت انا في الراديو. اي مثال شيء يلا قولي بيني لكم شكون حاجه لوطون ليدي قالت لي تعمل نعمل تحيه ما مسيبوها مش مشكل تعمل هي استنى يلا سيدي بعثت لي مساج. شفت العجيمه قديش الناس فيس عم تتقلب. انا على ذاك ديما التحيات ما نبداش بهم من الاول وكل على واحد يراجع روحه ويبطل. استنى قالت لي اسمها وين من غير ما تقول على لقبها اميمه كوكي باش نور فضايلي. ما قالتش لقبها قالت لك برامول نعمل لها تحيه كل عام وهي حي بخير والانيفيرسير نتاعها. وقالت لي مهما بعدتنا المسافه تبقى لا بلو شير ا مون كور يا اخي فانتيز. قالت لي صلحها كان غلطه. في بالها يقراوهم المساجات ابارامون بعد هي قالت لك بطلت ابارامون بعدتهم المسافه عملتهم فوي. يلا سيدي تو سويت نتعداو للدخله. مروان بوزين قل لي بابا اش فترجت سيدي اول حاجه شدتك هكا في البرامج والله اكثر حاجه شدتني قريتها في البرومو وقت اللي وليد التونسي طلع الباباراتزي هذيك الفقره نتاع باباراتزي وقال له ما تحكيش معايا انا في بالي جوست مومون فور قصوه معناتها وكهو ماما باش يعمل الفقره نتاعو باباراتزي عاده تفرجت في الحلقه ايفيكتيفمون ما خليهش يعمل انا بدي صدقت في بالي قلت تو يرجع يعمل حاجه ما خليهش هو يقول على السلامه قول له ليه ما تتكلمش العرس انا وعرست الكذا وعملت ناس تعرف عليا كل شيء. اما قعد سؤال اللي يدور في ذهني في ذهنك وهو ديما الهادي يسال أي. هل تحب يتعدى الباباراتزي ولا الهادي زعيم طيب اذا كان هو ما قبلش اصلا هو يساله علاش ما قبلش لما تتعديش الفقره من الاول معناها من اصله علاش تعديت الفقره فيها ما تسالنيش ما تكلمنيش ما تقوليش وقام راهم الكرسي وكل شيء وقعد يفركس على الباباراتزي وين خاطر ماهيش محضر بالله شكون واضحين شكون واضحين راهو اللوك نتاع وليد التونسي الفنان مش نتاع مزاودي مش نتاع فنان شعبي شكون واضحين طارق معناها كيما حطوا عليه انت شنو ليماج ليه ليه شو سامحني مزاودي راهو حاجه راقيه برشا ليه سي تري دي باسي هكا خاف شرك لازم دنقري نعطيك فرصه انك تقنعني اي لازم دنقري مشموم كلبحة شوية صلعة هكا شوية ضربات في الوجه تحس هكا باش كيغني فهمت تحس فيها نعرفش انا بالنسبة لي رأي متأخر معناها مزاودي شعر مرتب ويلبس كوستيم ويطلع في كهربا فاخرة برجو ليالي ليه المزاودي كي مبداش رابط الكبش نتاعو كي في البوتو مربي عصفور في قفصة كي فيش رابط كبش في بوتو اي مزاودي في النوبة ذي اي يبدا هكا ريكش في راس النهجة كي حتى باللي عمل فلوس ديما في الحوم العربي يقعد انا بصراحه مره أنا خاطر وليد التونسي بدل برشا في الاغنيه الشعبيه الشعبيه وطورها مجنونه قلبي لبنيه بغنيه نجحت برشا عمل الجينيريك نتاع وقتها نعورة الهواء خويا صحيت اثبت اللي هو ما ينجمش يغني كان في بالك مزود في بالك نسيف زيتون المزاودي نتاع لبنان كيفاه يغني في المزود نتاع لبنان هو مش مزود لحظه لا مش عم تزبط معي مزود صحيت هذيك تسمى هذاك وليد التونسي مش عم تزبط بات معي غيرك لا والله وين المزود فيه ترى 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 هذيك هي نتاع وليد التونسي ما احنا ما نجموش نطلوه نسيف زيتون وليد التونسي لا ميم تنسمعك بعد شويه مش عم تزبط معي شويه حتى مريم فارس فاطمه بوسيحه نتاع لبنان الله يرحمها الله يرحمها تنسمعك شويه من مش عم تزبط معي بليل وريني كيفاش اللي هي مزود بالحق شو مسمح لي خلينا نعرف ايش بالك ناسي الطون شويه يا اخي نسيف زيتون نحكي انا وياه معناتها جيب حذانا وديجا اخر مره كي جاي القمرت قعدت انا وياه قعد نحكي وقال لي انا عم غني ومثل هذا ويعجب وليد التونسي قال لك وليد التونسي كوبي اسكوبي قال لي المركب باروكي ويعجبني جدا باروكي اي معناته باروكي عرفش سمك شويه وليد التونسي مجنون بقلبي وسمك شويه نسيف الله 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 يا فؤاد جبت الجين عزف الخراج طيحنا شويه في الموسيقى والعجيم يعمل لي واحد في العرس من بعيد شد الميكرو
بالليلي عنده بيجو كحلة بعد كان بيذهب بتهم المادة بجارب رحم والديك متغاد والسيب تعصير حاجة على الماكلة حاجة على الماكلة سعاد جيب التاجين بالليل شكون ما تعشيش من غاد بيه توا المزود بتاع لبنان سيبيلي شكون فربو نهلا بركة بعرف بانك ساكني عايش بروحي مجنني وجوات حبك اسرني وعم كاثر برغم الاسوء اللي في قلبك والتعامل اللي مراهق دربك والبعد اللي عشت بقربك انا صاير مش عم تزبط معي طيب حنا شوية زاد المخرجة في مش عارف تزبط معي خلنا نسمع واحد في العرس اللبناني شو ما تجيش يا سعاد جابت تجينا هنا ما تجيش لا لا جي جي تقبرني حبيبتي تقبرني دخيله تقبرني بعد سيارتك لك بعد الرانج لك تقبري قلبي حبيبي بعد الرانج بعد السيارة كثير حلو الميك اب تبعك يلا وين المزود فيها المزود هنا دونك شو يقول المزود يقول مجنونة قلبي هالبنية ونسيف زيدون يقول مش عم تزبط معي معناتها نفس الكلام ونفس كل شيء ونفس اللحن دونك تحب ولا تكره نسيف زيتون هما يعيطوا له المزودي اللبنانيين خاطر هما يفهموا ونحن وليد التونسي المزودي نتاعنا اللي ترقى معناها تحب تقول وليد التونسي هو نسيف زيتون نتاع لبنان نتاع تونس نتاع لبنان صحيح نسيف زي تتحمل مسؤوليه التصريح هذا خاطر باش نجيبه في عرسي وليد دونك مش متخنا اما ذاك التحضر توا العجيميره توا ما عادش اسمعني برك انت فاهم الهدي الدنيا مثلا قعد كيما هو قعد ولا تصور الدنيا عامل كيراتين صح مد اسم عليه جي عليه علاش نسني اللي هي بروحه واللي يقدم الردوه ما... صحيت انا برباشك باش تقول الجمله هذي علاش برا خليه نورمال برافو بليل لازم تقدم تلاه بروحه علاه ما نكونوا واضحين هو فما ساعات سيف سبق شعره في اللص ساعات الببليك يحب كيحب فنان يحبوا على الحاجه هذيك صحيت مثلا رونالدينو الكور في الكوره قالوا علاش ما تصلحش سنيك قال لهم الببليك حابني هكا والعالم حابني هكا ما نحبش نصلح سنايا هكا صحيح اي دونك هكا يبدا واحد مستيرس بارتيست بلوك اوكي وفان بيه بلوك هذاك يبدا بلوك فما الممثل المصري زاد في مسرح مصر بوتيتر مرويني ذكر اسمه اللي عنده سنة ما حبش يصلحها علي المرغني احمد مرغني حمدي احمد المرغني حمدي المرغني ما حبش يبدل زاد في الوقت الناس حبتني كيكا نقعد باللوك هذاك يلا نتعداو حاجه اخرى في التلفزه مروان والله نمشيو للتاسعه نوفل شفنا حسن بن عثمان اي شفنا حسن بن عثمان ضيف نوفل الورتاني وبعدها بالضبط شفنا الستاتيو اللي هبط الببليكاسيون ولا مانيش مثبت ستوري اللي هبطها العربي المازني العربي عربي ما حبش العربي ما حبش في عم حسن في حسن بن عثمان كان عندنا الكابتور من الستوري اللي هبطها اي هو طارق توا قال عيب عليك يا نوفل كيفاش تحكي مع المعلم حسن بن عثمان هكا حسيله اخطاك من حكايه الشراب على خاطر فما حاجات مؤخر انت تعمل فيها وخليني ساكت وبربي ما عادش تكلم شكون يكلمني باش نجي يا حنين يا قلت لك نقص عليك تفضلي هنا كي نغزلوا الستاتيو هنا ستوري 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 ستاتيو في ستوري نحاول الستاتيو يتسمى ستوري اي اوكي دونك في سيم سونس و سيم فيكلا بور مومون دونك نحن نحكيوا على الستاتيو وين هنا الحاجه اللي تشدنا نحن التوانسه ستوري تعرف شنو الياء الياء فما حاجات ما اخطر انت تعمل في ذاك حاجتي باقي كل ما يعنيني حسن بن عثمان شنية الحاجات شنو الحاجات تعمل فيهم نوف مكاروش شكون وهنا نضمن لك ان عربي الميزي يعمل لك كابتوريت قداش من واحد قال له شنية الحاجات لو تلقى هو عنده 4000 تلقى 8000 بعثول فرضا عربي الميزني هبط ستوري هذيا وهبط ستوري قال عندي خدمه الشهر الجاي مفاجاه رانا ما حكيناش عليها انا ما حكيناش عليها زعما الناس علاش يسالوه اكثر وين في الانستغرام وين فلست مع شكون زعما سالوه وين الخدمه الجديده ولا شنو هي الحاجات الخطيره اللي عم فيها نو اه ليه الحاجات الخطيره سير اما بصراحه ما كاروش احكيهم شنو على الحاجات الخطيره اللي يعمل فيها نوفل اللي هما شنو خدمت مع نوفل والكل وفما الحاجات الخطيره نورمالمون ما يحكيش عندك الجرأه شنو هما الحاجات الخطيره كوزين انترن طار اخي هو ما حبش يقولها باش نجي انا نقولها شنو هما الحاجات الخطيره اللي عم فيهم نوفل فقرة رمزي هل تعلم عليه أنا هي منهم هل تعلم هل تعلم تحية لي رمز خاصة هل تعلم وقت اللي كنت في الحوار أي مخترة برش عبو معناه أصول معناه سامي خرجهم الكل معناه وفريق كامل على لا هذا ما يمشي فقرة ناجحة تحب ولا تكبع تحية لي تقول رمزي رمزي هل تعلم هل تعلم هل تقسم كلهم فقراته تقريبا عملوا نجاح كبير في نفس ديما لاباس والله عنا زاد عنا شكون ستريمر نحب العجيمي أنا يحكي
عطينا العجيب نحسوا متابعة كبير برشا القناة التاسعة أي ويحب قناة التاسعة مش نورمال ويشكر فيها ديما ودير عنده عمل مع قرنقص في اليوتيوب ايش دخل خاطر قرنقص عدى في التاسعة خاطر قرنقص الجمعة اللي فاتت عدى في التاسعة عزيزوس 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 في ديما لاباس جاي هو وخطيبته اه وي هكا ولا جاي هو 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 عزيزوس يتعدى ربي يبارك لهم الساعه وان شاء الله كل شيء بالبركه عزيزوس هو صار برشا نقد في الفيسبوك مبروك عليها برشا جا حتى في الفاسون كيفاش حكيو مع بعضهم معناتها بون احنا في تونسي راهو نحبوا ننبروا او ميم تو ما نحبوش برشا تنبير جاي بعد الحضور بتاعي اي او ميم تو ما نحبوش الكوتي ياسر رومانتيك اما نحبوا نسقسي او ميم تو على حتى طريقه الاسئله نتاع القناه التاسعه نتاع فريق الاعداد تاعنا في الورتيني فما طريقه اليوم محمد بنيام محمد بن يمنة محمد بن يمنة صديقنا اي صديقنا حمد عليه فما اسئله ياسر معناها ان شاء الله على قريب محمد بن يمنة تعملوا مع قهوه اسمعني مش ذيب مش ذيب علاش نحن في التلفزيون التونسيه فما اسئله نورمالمون يتسالوا ما تسالوش مثلا شنو انتم حالك شنو مستقبلك شنو باش تعمل علاش كبشتوا انتم صغار خضر احنا ما يهمناش نحبوا علينا لحظه خلينا خليه كمل تحسوا نوفل الورديني حشم باش يقول له اسكو باش تكملوا مع بعضكم ما تحسوش احسن منها فهمت عليه السؤال هذا فما 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 زوز مازالوا كيخطبوا وتجي تقول لهم اسكو باش تكملوا مع بعضكم هذه نوفل الاسئله نتاعي من قريب الرومانسيه انت لكن لحظه عاد راني اعداد وراني قديمه فهمت في الدومين وراني جو كبير نحسب روحي في قهوه زسمو مع تقديم في الميدان وراني ولد الاعداد وولد التلفزه راني كل شيء دونك حبيت نقول ساعه قبل كل شيء لعزيزوس وامنا ربي يبارك لكم كل شيء علاش شديتوه في صغار صغار انا ماذا بيا في عمر راني عرست ماذا بيا عرست راني 40 أو تونسي يحب يعرس صحيح بوك في شنو العمر اللي عرس فيه عرس في ال 20 30 صحيح كيف كيف العجيني انت زاد فانا عمر عرس بوك بابا في ال 20 30 ها 20 30 20 و 30 فرق كبير بابا 27 عارف 27 انت مروان زاد ابوك عرس صغير نتصو اي اي قد ايه عرس 44 شنو طارق سامحني طارق انت كنت اميني كي حبيت اميني كي حبيت قداش عمرك ما حبيتش تعرس بها وقتها اي هي هيك هاو عادي حبيت نعرس بها ما عرستش بها اي انا عارف ايه الحب والفعل فما كبير عارف القدر مش كتبالي اما كان جيت تنجم راك عرست بها كان جيت نجم اما زيزوس نجم عرست انا ما عرس. هو حب خاطر يعرف ما نجمش علاش لا علاش ما نجمش لا ولا لا بالعكس خليه عرس صغير ماذا بينا شباب يكون عرسه صغير انا بيدي نحب نعرس باش ما نفسدوش لا ولا بالرسمي راه العرس يصلح برشا خليه خلينا نفهم فكرته خليه اسمعني لحظه خليه خلينا الصوره نتاعو ولا الصوره نتاعي انا بالنسبه لنظريتي انا نحب اي انسان يعرس صغير باش ما يفسدش فهمت اما لازم تكون علاقه من الاول متفاهمين وجوهم به كيما عزوز وامني كيما برشا زاده بخلافهم فهمت اما حبيتيش بين برشا في التلفزه فهمت ما حبيتيش معناتها يخليه ولا صحيح عزيز نحب نقول لك صاحبي فما حاجات خليهم ما بيناتكم ما تحكيوش كل شيء حتى الاسئله ما يصيرش معاش تجاوبوا كل شيء ليدي سايب الميكرو ليدي لا خاطر وترني انت وترتني انت وترتني بليغ راه موضوع العرس ياثر برشا في ليدي هات ناس واحد كان فما خطاب يجي لا انا في حاجات موافقك هات ناس اكستري اكثر اكستري دار من الحوار نتاع عزيزوس في ديما لاباس هات ناس مول اكثر حاجه دارت يلا وقالنا اللي انت اول طفله يحبها اي صحيح زيد صحيح ونحس وحاسس هكا بضعف شويه معناتها شكون اي طفل يضعف قدام طفله اللي يحبها مش كان عزيز معناه صحيح دي ضيف صحيح اي طفل مش كان هو نتصور حتى انت تضعف قدام مرتك بيان سور اي طفل يضعف قدام المراه اللي حبه يلا دوره بالعجيمي اي صحيح وتاكدت كريتك انت كيفاش ضعفت مع مين لا حول ولا قوه اي حاجه ريتني انت قدامها لا ودي راه مجرد كذبه هذيك مش لا 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 ما نسمح لكش لا 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 جعفر لا صديقي ما نسمح لكش شنو لا كل كذب انا زربت لا الناس صدقك هنا تقول كذبه مش كذبه حبيت نقول مجرد يعني حاجه خدمت بها كيما لا عيب علي لا لا ماشي على صادقه علاش طفله حبيتها ومشيت على روحها شنو خدمت الناس كل كيفك بالك تحسب الناس فر مشاعر كيف سير انت ما تضعفش قدام المراه اللي تحبها هاي ها شنو امي المراه التي تبغي الزواج منها نبغي مروان يضعف كان في البنك ابو جو بيغي نعرف كان قدم الفلوس تراه بلال العريبي باب الغالي تضعف امام
تضعف قدام المونديال تحب أنا عندي اللي مش قبلها بعد تضعف قدامها مش نضعف قدام مكلتها نضعف قدام زينها نضعف قدام درشنوة ما مش هي قدامها تم سبب في تسلبخ فيها بالكف هكا توا كلش هكاك لا مش انا نضعف لا فهمتوا هو تفسير نضعف اللي يحكي عليه بلال يعني تولي تحكم فيك لا ما معنى كلمه نضعف لا لا معناتها هو يقصد تحن معناتها قدامها لا تحن وتضعف ساعات مثلا تقول لك راني خارجه تقول لها لا ما فماش خروج تقول لك امان سعيد تقول تفضل نوصلك نقوم نوصلك مع شكون باش تخرج فوالا دونك ما تضعفش انت ما نضعفش ما تضعفش انت انا هذه مسمى الضعف تقول لي مع شكون باش تخرج وين ماشي مرحبا تفضل اما باش تقول لي نخرج مع معاش انا اي بليل عادي يا اخي توا البنات ولاو يخرجوا مع بعضهم معاهم الانتيم نتاعهم يمشيوا يمشيوا يبحروا لحظه مروان لحظه كلب الانتيم معناها مروان انت تقبل صاحبتك تخرج مع الانتيم نتاعها راجل دونك انا ما عنديش صاحبتي نقبل وكي تولي عندك صاحبتك انا مهم الانتيم رايح كي صعيب برشا يعني باش يصير لكم عليه علاش انا عندي استنتاج انا مدامها وهي عملت انتيم وانا معاها كمل جملت مدام عملت انتيم وانا معاها معناها انا ما وصلتش لدرجه باش نكون معاها ميوغامي كان انا معناها جيت ميوغامي نتاعها او ميم طون صاحبها او ميم طون راني انا بيدي الانتيم نتاعها باهي الفلسفه نتاعك وحكيت الانتيم راجعين لها شويه اخر نكملوا مع بخوش اخر اللحظات ولو فين ميتون في رادس تنشوفوا شنو الامور في الصدرات سهله وسهله مره اخرى بخوش مرحبا بك طارق من جديد ثواني الاخيره في الشوط الاول من مباراه النادي الافريقي احنا في احنا في الوقت الضايع تو هكا ولا قداش اربع دقائق يزيدهم الحكم يوسف الثائر النتيجه كما قلنا تعادل سلبي 0 مقابل 0 بين الزوج فرق الحقيقه بدات تتحرك الكره فما فرص بين الزوج فرق خاصه من جهه النادي الافريقي قبيله تقريبا عند فما دقيقه من الان ويسمى يحيى سيد ان يغالط الحارس البشير بن سعيد في الدقيقه الاخرى 45 بل الشوط الاول النتيجه 0 مقابل 0 بين النادي الافريقي والاتحاد المنسي مروان دونك التوقع اللي عطاولك بخوش مريقل مريقل الى حد الان امورنا واضحه اسمعني بخوش يا اخي لازم نقسمه كما قلت لي لازم خاطر ظهر لي الورقه باش يشدوها تونس كل خاطر سمعوك وانت تتكلم بك سامحكم بعد يلا ميرسي بوكو بخوش نرجع معاك مع بدايه الشوط الثاني دوك الميتون الاول تقريبا بشوف 0-0 بين النادي الافريقي والاتحاد المنستيري بعد شويه راجعين معاكم نكملوا حكايه لانتيم هذه وين باش توصلنا اخذ معنا راجعين نوفيل جينيراسيون مواصلين حتى للسبعة متاع العشية بقيادة مروان بوزين أحمد العجيمي أهلا بلال العريبي مرحبا مرحبا الجميلة ليديا العسلي هلو هلو لانتيم بلال العريبي مشكلتك مع لانتيم صاحب لانتيم مانيش فاهمة ما معنى كلمة لانتيم من الناس خلي ليديا تفسر معناتها الميوغامي نتاعها فما اون ميوغامي وفما ان ميوغامي صعبت عليا راك معناتها ما فيها حتى شيء عبد معناتها قريب لك عبد نقلبوا شوية الموضوع عبد قريب لك للاخر معناتها انا عندي وحدة وعندها واحد هذيم سميته لانتيم انا جو سي با كونتر ان ميوغامي اما كي نخمم فيها لحظة وقتها نتقلق تصور لي انا ليديا معايا نتاع ربي كي نخمم فيها نفسر لك علاش خاطر انا عندي ثقة في روحي فهمت لا حتى انا ما عنديش ثقة فيه السيدة ميرا في كنتي ايه تصور انت لحظة اما انا ما عنديش ثقة في الميوغامي نتاعك خلينا نحكي معك تصور طفل اي طفله تسمع فيا ترضى شكون صاحبك مثلا صاحبك ولا راجلك ولا خطيبك عنده طفله مسميها لانتيما ولا الميار درش نحو هذا فهمت لانتيم يمشي يحكي لها كل شيء ولا يجوع يمشي ياكل بحذاه حاجه ولا تعمل له في مقرونه ولا تكبد موجوع يمشي يحكي لها شو هذه اللغه توا اي ما تفهمي فرضا بلال صاحبتك لانتيم نتاعها انا اي تتهنى ولا شنو انا تهنى نعرف صاحبتي راجل العجيم صاحبتك انت نتاعها انا سيرتو انت ليه ها ليه علي هكك امان مادام ادي ذكر لي مهما كان تصيفته راجل انت بيدك الانتيم انا بيدي الانتيم ما نقبلش اسمعني ليه نامبورت كوا اسمعني ليديا تقبل انت صاحبك عنده انتيم جيت بشويه العجيم تيم تو شي اللي نامبورت كوا ليديا جاوبني وي او نو تقبل صاحبك عنده انتيم او نو مي غامي ساعة كلمة انتيم انا ما نحبهاش مي غامي افيك دي ليميت عملتي نورمال صحاب انت وياه هكا هو معناتها ما عادش انتيم تو باهي سامحني تو ديباس ليميت هذوك تولي فما جوست نحب نسال سؤال برك الانتيم شنو هو تحكي له ولا شنو هو وظيفته في حياتك مثلا تحكي له على صاحبها اي وشو اخر شنو فرضا بلال تبكي عنده لحظه ما
بليل صاحبتك ليديا ولا انت بتاعها مروان قاعدين انتوما في قهيوه كي به هاي يلا اعطينا اسالها انت حاجه ما نعرفش يدخل الانتيم اعطينا يلا الانتيم لا جيمي قاعده تعمل في القهوه سيرفور ولا حاجه ما تقلقش هو ساعه معايا في البلايص الكل وما تقلقش منه حتى كي نخرج انا وياك تتاتات هو عرفت علاش ولا هو تيت سيلف نتاعي عسلامه عسلامه يا بنتي انا كي نبدا سمحوني سمحوني انا خدم مخي خليه هو ميورامي سامحوني لحظه جيت نشوفكم مش تشربوا سينو ليديا الميورامي نتاعك قال لي انت تحب كابيسنا بالحق هو ادرى معناها خاطر سامحني ميسيو ديما تجيه الميورامي نتاعها هنا يشدوا بعضهم شويه سينو اي سلام فذليك تفذليك هذا ما عادش كل واحد كيفاش يفهمها تقول لي خوها تقول لي انا خوها ساعات غير منه فهمت قال لي يا فهمت غاروا عليها من نفيها لا مش غيرها وامها مش غيره مش كيستيون غيرك شفت ليديا تحكي هكا وتفه في الغيره وهي كانت تدخل في غلاسيه وتبدا نار من داخل صحيح غيره فاشه هي تو ماهيش ما صدقش ليه ما نصدقش تعرفها ليديا هي تو ماهيش في رولاسيون والله ما نعرف بعثولي بعثولي مره اخرى يا عمي والله ما نعرف انا بعثولي مره اخرى قالوا لي بلي بالحق موجود سليم فارماسيان ولا ما عرفت شيء هو موجود مشى على روحه سيم الفرح شو قد الانتيم هذا يا هو بعد ما يتوكل سيولي مرحوم كلمة نختم بها كان انت كان الطفل يرضى صاحبته عندها انتيم لازم الطفلة ترضى اللي صاحبها زاد عنده الانتيم كيف زوز عندهم انتيم شو مشكلتك انت تاو يعني كل زوز انتيم بيناتهم شيطان كيفاش يقولوا فيها كيفاش مش كل واحد فيهم يمشي مع الانتيم تذكرها نتاع عادل امام من التنين ويتقابلوا ساعات ويتقابلوا اي صحيح ذكرها تاع الانتيمين اسمه احمد مكي من التنين مع بعض باين نرجع في ساعه في ساعه باش نفسر قول هو ساعات مثلا نجم نكون انا وليديا دي زانتيم فهمتي انا ويا انت دونك انا قبلك انت كيما انتم توا لا فوالا قبل ما تجي انت مثلا بالليل انت تفسخ كي نجي اي فوالا ريم مش ظلم هذا لا معناتها انا قاعد لين انت تجي معناها باهي مروان وكي تجيك سكور انا رجال ونعرفوا بعضنا يا مروان كيما نسيا ومروان كي تلقى انت لمسوغ نتاعك وتقول لك ابعد على ليديا ما نعرفش نشاور ليديا نشوف شنو انا نحس انا نحس مروان الانتيم ديما يحبها هو يحبها الكذبه هو يحبها من الداخل وكل مره يحضر على واحد جاي فهمت هو يحبها تعرف ما لقاش الفضوه اللي يدخل منها ماني عشت ما لقيتش كل مره يجي وين الانتيم فهمت الى متى والفازه الاخرى جناي وديما الانتيم هو اللي بلبز لها علاقتها طبعا هي تجي تعاود له ليه قال لك هكا رد بالك ليه بدك ترجع له رد بالك منه انا الانتيم اللي فون تراجي ويبدا يحبها بالعكس يعمل الطريقه الاخرى علاش سايبه به علاش تبعد عليه تخسره ما تلقاش بخير منه فهمت السياسه الاخرى كالعكسيه يلا بليش حبيت نقول نسبه الطلاق ذولي كثرت من نسبه جرت الانتيم اخر ما كانش في 2010 هذه الانتيم هني هني جيت بعد الثوره بعد الثوره شكون جابها بعد الثوره شكون الناس تحمل مسؤوليه الانستغراميز جابوها لا محمد بن عمار لا لا والله لا جابوها الانستغراميز جابوها انا توا افيك لي الانتيم نتاعي كوتو دي بي سوتو تعمل له هكا فهمت دونك لي انستغراميز هما اللي جابوها اوكي نرجعوا للبرامج مروان بوزيان عندنا في فكرة سامي الفهري فكرة عودت نبيها كراولي عودة العظيمة نبيها كراولي عجبتك بالطبيعة بنت بلادي دونك نبيها كراولي أمي تحبها شخت عليها بيان سور بركوت سمير الوافي هبط ستاتو أبون البارح على الفيسبوك ستاتو هذي مش ستوري سمير الوافي هبط ستاتويات تي في النهار هبط 5-6 سمير أوكي قال إن ما هيش نبيها كراولي تبدلت عليه شكون فاطمة بوساحة نارش الله يرحمها أمينة فاخت متصنعة مش هي ماهيش نبيها كراولي كيفاش ماهيش نبيها انت ظهرت لك هي بشحمها ولحمها و... أي الاستاتيو قدامنا أفضل وأحترم نبيها كراولي الحقيقة والأصلية المعتزة بذاتها والمتصالحة مع نفسها إلى آخره تلك الجنوبية البدوية انت ظهرت لك نفسها نبيها كراولي بيان سور ما فهمتش واش 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 عجبك فيها غنيتها ولا ما غنيتهاش غنيتها نبيها كراولي يعني انت العجيني ظهرت لك هي نبيها كراولي نبيها كراولي نفسها كيما نعرف من صغير نفس نبيها بالضبط بلاي لحظه بلاي لحظه سامحني على شنو هي اللي بالضبط بالضبط نفس الصوت نفس الغزره نفس الاسم واللقب كل شيء قول لي بلاي سامحني عندي بارونتيز صغير سيريو شويه على كلمه هذيا نبيها الحقيقه الاصليه والتي تعود الى كذا وكذا وكذا اللي يحبوا يخلط بالسيف معناتها فما تونس العاصمه أي. اللي فيها التطور والتحضر والتمدن والجو ذاك والجنوب يعني جمل ومتفهمت هو ما قالش الصحراء هذا هو اش معناها متعسله بشويه بشويه جايه بشويه في اللهجه شويه هذا هو هذه لهجتها شنو باش تدخل فيها لهجه تكون هي ليه هي دونك هي تحب تحكي هكاك هذيك لهجه هو ما يحكيش على
اللي قلته انت جمل ولا سحره شو معناها المتاسله يعني حب خرجت من قشرتها هذا هو حب يوصل خرج من قشرتها باش هو كي باش تتبدلت مثلا ما عادش لقبها كراولي مو كراولي يرجع القفص مش كراولي هو بتتر يحكي على اللهجه على طريقه ما يشمش يشوف مش يشوف بس لهجتها ماهوش يشوفها في الطريقه القديمه اللي راهي هو راي هذا سمير الوفي وكل واحد ورايه فانت ريتها كما هي هذا رايي بالطبيعه العجمي ريتها كما هي طبعا 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 بيلي ريتها كما هي ولا ما ريت فهموني جه ربي احسبونا انا مستمع نحب نسمع نحب نفهم تنوريك بعد مقطع انت تعرفها قبل نبيها عملت تجميل هي لا لا ليبيا انت ريتها كما هي انا نعرفها من قبل من سوفيان شو قبل جيت دانسوز في سوفيان شو نعرفها معناتها وكنت تعجبني برشا لو في اللي هي باقي ما بدلتش لهجتها يا اخي فما برشا فنانين من الجنوب تسمعهم يحكيوا معناتها ما بدلوا لهجتهم معناتها انت ظهرت لك كما هي بعد ما تبدلتش كما هي هو سمير ظهرت له انه شويه ماهيش نبيها كراولي اللي اعتاد بها بتتر في الاكسون في اللهجه في الطريق انا والله تو ماني عندي بروجي صغير نحكي عليه تلمون دخلت برشا في ليبيا سلام عليكم مرحبا عشان تبي لافاجو تعال تعال معنا ما عندكش مشكله باهي فهمت صحيح خاطر انت مقلد مش خاطر دخلت فيها بالخلطه حتى الخلطه تعلم الجزيريه دونك هي خالطه اللهجه اللي البلاصه اللي عايشه فيها واضح هذا دونك راي سمير الوفي نختم معاك مروان رياض النهدي في ديمونش حنبال يرجع كضيف البوزل وفيت هذه هي الاخرانيه عرفتها اللعبه اللي نعملوها كيف يدك تركبها يخرج للوين قد بالضبط تو الصوره شفناها في اكثر من برنامج بعد الجاسوس تهت الفسيفساء هذه هي المطلوب توا بالضبط تحط ديمونش حنا بعد شكون نلقاو نلقاو ماهيش تورو اهي جلو جلاسي فوالا دليجينو ايوا باش يكون فيف زاد اليوم مش يكون ديجا موجود من القايل سلاح مصدق الفنان الكبير بالضبط معناتها لو لا يرحمه نجيب الخطاب ما كانش موجود موجود توا راهو بالضبط نحسوا فيه نتفرجوا في ديمونش حنا بعد 2005 انت تحس ديمونش حنا بعد انه حاجه من ما تعرفش السنوات شنو هي تفرج احنا الكلنا دور التوندونس عندنا كل حنين للناينتينز التسعينات يقول لك حتى في التسعينات صحيت هذيك الجيل الذهبي حتى في التسعينات انا نحن يفرحني برشا عبد الرزاق الشابي وانه مخلينا الشارم هذاك نتاع التسعينات الشارم نتاع التسعينات على كل هذوما اللي تم طلع برنامج التسعينات على كل هذا رايك العجيمي وهذوما الضيوف اللي قريتهم تحيه لصفحه هاشتاج ميديا اللي تقوم خدمه كبيره الضيوف هذوما قريتهم عندهم لانه اليوم الضيوف يقولوا ساعات نجيو بعد ما يجيوش كما في عده برامج يعطيو الكلمه بعد ما يجيوش يحضروا معنا في البرامج عشان احنا مازلنا موصلين معاكم حتى لسبعه نتاع العشيه مباراه النادي الافريقي والاتحاد المنستير الشوط الاول وفي اعلان نتيجة 0-0 بعد شوية تلقاو أكثر تفاصيل مع أيمن زروق في الفلاش سبورت قبل هذا الأخبار راجعين معكم بعد شوية